لكن خلونا كمان نروح للقاء أستاذة مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة ببنك أبو ظبي. نرجع لحضرتكم. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معكم في تغطية خاصة وحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي، وطبعا توقيع العقود ما بين النادي الأهلي وبنك أبو ظبي الأول المصري. يمكن معي في هذه اللحظات السيدة مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة والخدمات المصرفية طبعا في بنك أبو ظبي الأول المصري. أكيد برحب بحضرتك في البداية على شاشة قناة النادي الأهلي، وفي البداية عايز أتكلم طبعا مع حضرتك النهارده عن الحدث توقيع العقود ما بين بنك أبو ظبي وطبعا النادي الأهلي، يعني مؤتمر زي ما شايفين يعني تنظيم على اعلى مستوى، حاجه تليق باسم النادي الاهلي واكيد بنك ابو ظبي الاول مصر. اهلا بيكي، اهلا، مساء الخير. احنا كنا البنك كنا اعلنا من فتره قصيره اني عن الشراكه اللي بيننا وبين النادي الاهلي. دي شراكه احنا فعلا فخورين بيها، والنهارده اللي شفناه مع بعض التوقيع اتفاقيه مع بعض لمده 4 مواسم. بصراحة يعني ده شراكة استراتيجية جدا بالنسبة لنا احنا كبنك ابو ظبي الاول مصر، لان طبعا النادي الاهلي غني عن التعريف وغني عن مكانته في السوق المصري، وشايفين ان ممكن زي برضو ما سمعنا النهاردة ان ممكن احنا الاثنين مع بعض نقدم حاجات، يعني نقدم نقول نمو مستدام مع بعض. اللي شفناه برضو يعني طاقة إيجابية يعني عالية جدا، وكلنا مبسوطين جدا وفخورين بهذه الشراكة. طبعا عايز اسال حضرتك كمان على الحاجه ممكن تكون بتخص او بتهم جماهير النادي الاهلي واعضائه، وهي الخدمات اللي انتم ان شاء الله هتوفروها لاعضاء النادي الاهلي وجماهيره، وكمان لو في خدمات ان شاء الله يعني كتطوير في فروع النادي الاهلي الاربعه، وكمان فرع التجمع الخامس اللي هو خلاص على وشك انه يتم افتتاحه الفتره القادمه. احنا حاليا في المرحله ان احنا بنحط الخطه مع بعض مع النادي الاهلي، عندنا حاجات كتيره جدا بنفكر فيها، سواء كانت خدمات مصرفيه، قروض، كروت، حسابات بنكيه، فروع نعملها مع بعض، تسويق مع بعض، يعني كل حد يعني كل نقول النادي الاهلي عنده الحاجات اللي بتميزه، والبنك برضو عنده الحاجات اللي بتميزه، الأصول دي مع الأصول دي مع بعض نطلع نقول أقوى. وإحنا في البنك بنقول النجاح بيبني نجاح، النادي الأهلي طبعا النجاح بتاعه مش محدش يقدر يعني مش يعني كلنا عارفينه، فمع بعض عايزين نطلع بنجاح أكبر. فزي ما بقولك عندنا خطة شغالين عليها مع بعض بحيث إن إحنا نقدر نقدم خدمات كتيرة جدا للأعضاء وللنادي نفسه. ممكن حضرتك تقول لنا مثلا خدمه من الخدمات مثلا لاعضاء النادي الاهلي بالاخص؟ لسه مش فاينل، عشان كده مش قادره اقول لك حاجه يعني لسه، فخليها بقى خليها كده عامه يعني. كمان الفرق الرياضيه في النادي الاهلي مش بس كره القدم، كمان الفرق الالعاب الاخرى سواء لعبه كره القدم، سوري عفوا، يعني الكره الطايره، كره السله، وكره اليد. حضرتك كمان ايه الخدمات اللي تقدروا توفروها يعني كل الفرق دي بجانب طبعا الفريق الاول لكره القدم؟ احنا الخطه زي ما بقول لحضرتك اللي هنضعها مع النادي الاهلي هخطها لجميع الفرق ولجميع اعضاء النادي وجميع الاعمار على فكره، مش بس الاعضاء العضو العامل، لا كمان عندنا حاجات هنقدمها بنقول للناشئين او الصغيرين في السن يعني. فان شاء الله قريب نقدر نكلمكم اكتر عن تفاصيل هذه الخطه، لكن عندنا مشاريع ان شاء الله يعني هتنبسطوا بيها.